ياب جالس ارقص على الاغنيه القديمه لانه الاغنيه الجديده لسه ما تعودنا عليها. اعطونا حلقتين ثلاثه نتعود عليها بعدين ايش نشوف لها ايش الريذم. اوي الله يقلع ام الحماس يا جماعه، يقلع ام الحماس اللي بعد كذا. هذه يبغى لها تعديل جلسه عشان نسولف زين. اول شيء يا جماعه تعليقي على اغنيه البدايه، مش على اغنيه البدايه انما على الافتتاحيه، افتتاحيه المسلسل. اذا انت ما شفتها وسويت لها سكيب احب اقول لك الف مبروك، لانه السبايك امثالي وضعاف الله اللي قالوا بنسمع الاغنيه الجديده لقموا كم حرقه. قهرني. مين المجنون؟ مين الخبل اللي سوى الافتتاحيه ذي؟ مين؟ ايش تحس فيه؟ ايش تحس فيه؟ منك سوى افتتاحيه زي كذا؟ حرق الافتتاحيه، حرق يا زين. افتتاحيه البارت الاول كلها رسومات واشياء كذا رمزيه، انت وايش في عقلك يوم انك تسوي افتتاحيه كذا؟ ايش فيه؟ والله قهرني، والله قهرني، اقسم بالله اللي صمموا الافتتاحيه واعتمدوها ووثقوها انهم كريهين. حتى اغنيه الختام بطلت اسمعها كذا، سويت سكيب 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 لين مشهد ما بعد النهايه. ايش الخباله دي؟ وش تسوي؟ خلاص صار اللي صار. عبده حريقه جلسنا نشرد منه 9 شهور، جانا عبده حريقه من جوه من قلب الحدث، نيران صديقه، عبده حريقه من جوه. اوكي يا جماعه، يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجي، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. في حال انك ما تعرفني هذه زيارتك الاولى، يسعدني انك تشرفني في القناه وتشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي اول باول. ويب حياك الله. اول حاجه يا جماعه، بالله ايش رايكم بالبلوفر؟ مولع صح؟ ايرين ييجا. هيا الان بعد هذا الفيديو او في ذي اللحظه اللي يعجبك، بس يفضل بعد الفيديو بعد ما تضغط لايك وتتاكد انك مشترك وكذا. ابغاكم تشيكوا على متجر ايدو، متجر ايدو يبيع تيشرتات لانمي هجوم العمالقه في قلبك مولع. طبعا هذا واحد، وارسلوا لي كمان غيره 2، عندهم يا جماعه منتجات خاصه لانمي هجوم العمالقه مره رهيبه وجودتها جدا ممتازه واسعارها برضو مره رهيبه. وبعدين اقول لي ايش في احلى من انك تتابع هجوم العمالقه وانت لابس تيشيرت هجوم العمالقه؟ يقلع ام الحماس، تحس فعلا كذا بالانتماء، تحس فعلا انك ريال فان. المهم يا جماعه ادخلوا على موقع ايدو وطلبوا من عندهم تيشيرتات هجوم العمالقه، راح تلقوا التشكيله وراح تلقوا كذا مكان مخصص لها، واستخدموا كود الخصم تبعي وجيه اللي راح يظهر لكم هنا في الشاشه علشان يجيكم خصم 10% يحبوا قلبك. ابغى المتجر يا جماعه ينعطب، ابغى المتجر اليوم يصير داون يطفي من كثره الطلبات. اعطوهم كما اعطى ايرين راينر و... اوكي يا جماعه، رجعنا اخيرا الى بارادايس، رجعنا اخيرا الى احضان هذا الانمي بعد غياب 9 شهور. يبدا المسلسل هنا يا جماعه بواحد من اهم الاحداث المنتظره واللي 99% من متابعين المسلسل منتظرينها، وهي هل ليفاي مات ولا لا؟ هل زيك مات ولا لا؟ ايش اللي صار بعد الانفجار العظيم هذاك اللي تسبب فيه زيك؟ ويتضح لنا هنا ولله الحمد، انا رهنت انه ليفاي بيموت، ولكن برضو ايش؟ مو شرط اني ابغاه يموت، كنت اتوقع انه بيموت لانه خلاص ما عاد له دور كبير في القصه، الموضوع توجه ثاني، الكاميرا صارت على الناس الثانيين هناك، خلاص اكرم والشله ذول نايمين ما عاد لهم دور، ولكن اكتشفنا انه ليفاي ما مات ولكنه مصاب اصابه مره خطيره. هل راح ينجو؟ هل راح يموت؟ يمكن يموت بعدين ماني عارف، بس انه مره معدوم. هانجي اخذته ورمت نفسها في النهر وفقعت. والغريب وفي نفس الوقت هذا وفي نفس المشهد، العملاق اللي فتح بطنه او العملاق اللي فتحت بطنها ودخلت زيك داخلها بربع جثة بدأت تتبخر بالعكس، بدل ما البخار تبعها يطلع لبرا لا صار كأنه ينشفط الى الداخل بواسطة زيك، ورجع زيك عن طريق لحم وعظام واحشاء هذه العملاقة وتكون من جديد. وصحي قالوا له يا طيب استر نفسك، عوره يا مسلم عوره، ايش في ايش اللي صار؟ قال لهم والله يا جماعه انا كنت في مكان غريب، ويبدو انه واحد المسارات او انه المسار بشكل عام اللي تتجمع فيه قوه العمالقه او الالديا بشكل عام، الوقت هناك مر كانه سنه، كانه سنوات، وفي نفس الوقت مر كانه دقيقه، وكان في بنت جالسه ترممني بالتراب، ظلت ترممني، وفجاه رجعت هنا. ايش اللي صار؟ ماني عارف، بس اللي تاكدنا منه انه زيك كان في المسار. والأهم من هذا كله، مين هذه البنت؟ وليش جالسة ترممه بالتراب؟ وليش جنبها جالون موية قاعد تسوي طين وعجين وترممه؟ إيش السالفة؟ مدري، بس بنكتشف لاحقا. وهنا وقعت الواقعة، وقع الحدث المنتظر والمعركة المنتظرة، المواجهة اللي جلسنا ننتظرها 9 شهور. إيرين ييجر وراينر يا جماعة في هذاك اللقاء المنتظر. راينر الآن وضعه صار ستيبل إلى حد ما، الآدمي صار خلاص متزن، ما عادوا في الانفصام هذاك، خلاص أنا مع مارلي وطزف أم إلديا وطزف أم العرق الإلديا يا حبيبي، أنا عشت هناك تربيت هناك، خلاص أنا معاهم. الفكرة فهمتوا إيش؟ إنه خلاص توجهه صار واضح. شفنا المعركة وشفنا الطحن والملاطم وشفنا كيف إنه إيرين قاعد يقول له هات هلم إلي وريني ما عندي.
عندك. انا كنت ضعيف زمان كنت تلطم فيني، الان انا اللي بلطمك. وياهو تلطم وياهو هشم وجههم. والله يا ايرن قوي الكلب، والله ياهو قوي. بس في نفس اللحظه يا جماعه ترى الجيش اللي كان في بارادايس، ما ندري من هم ذاك الجيش، ولكن اكيد انهم اتباع ايرن او بشكل عام يعني تبع بارادايس. والله انمسحوا انمسحوا ووب ووب ووب، ما في الا تفجير وطلقات وتقطيع وطعن وخنق. يا سهل عشقوا عشقوا، ارقام كبيره ماتت، بس الحمد لله ما في اي اسم مهم مات. طيب في هذه المعركه، معركه راينر وزيك وغاليارد وبيك وماغث في اخر الدنيا، في شيء ازعجني وفي شيء ضحكني. والله في شيء خلاني اوقف جاست اضحك. اللي ازعجني يا جماعه انه ايرين يعني واضح انه نضج، اللي فهمناه يعني اللي الرساله اللي وصلت لنا انه ايرين صار ناضج، ناضج يقدر يتخذ قرارات، واضح انه قاعد يخطط وقاعد يسوي اشياء واضحه وضمن مسار معين. ايش اللي يخليه فجاه يقفز من فوق ويروح يضارب الجيش هذا كله؟ مدرعات، اسلحه، عملاق مدرع، عملاق فك، عملاق عربه، وما قاعد هناك بالسنايبر المدفعيه. ايش فيها ايرين؟ رحمني، بطل بطل غباء. ايه انا احترمك واحبك ولابس تيشيرت باسمك، بس اللي سويته اليوم غباء. وشوفنا كيف، شوفنا كيف الوضع صار. ايرين وجهه صار مهلبية، وجهه صار تطلي. انا حاط الامل على عدة اشياء، انه ممكن ارمن يخرج من تحت الارض مع شمنقة بليلة بعد ما اقنعهم طبعا، لانه يلينا ارسلته، ممكن يخرج ويساعد ايرين هو وميكاسا، وممكن زيك يوصل. لا تنسوا انه زيك الان متوجه راجع الى بارادايس، واكيد انه بيشوف الطائرات او بيشوف اصوات او بيسمع اصوات وبيتوجه الى بارادايس، او انه هذه الفكره انه زيك يقابل ايرين، اصلا دي الخطه. فغالبا زيك ممكن يوصل، ارمن برضو يطلع ويفجر امها لايكات ويفجر جيش مارلي بطرفه عين، او انه ممكن ايرين ينشخط بحكم انه مره وضعه صاير تبن ومره سيء، ممكن يتوكل. يا ممكن يتوكل، لانه ما قاس سنايبر فنان، جالس يطلق عليه هنا مو قاعد يطلق على الرقبه ولا منطقه الحلق ابدا، مخلي ايرين بخير، بس قاعد يضعف قوه العملاق بحيث يسيطروا عليه ويلقوا الفرصه انهم ياخذوا ايرين ويخلوا احد ياكل. وهذا ترى شيء مرجح برضه، احنا ما نعرف ماذا في عقل الكاتب. الكاتب هنا معاه حمير. وين حمير؟ معاه مخلوقات فضائيه في دماغه، ما حد يقدر يتنبأ باشياء وبسهوله صراحه. فممكن ايرين يلقم، وبنتكلم دي النقطة بعد شوي. أما بالنسبة للموضوع اللي ضحكني واللي فعلا حرفيا وقفت كذا وجلست أضحك، لما بيك بيك وقابي مربوطين بسلسلة، إيرين رابطهم على أساس إيش؟ يعني لو تحولت بيك تقتل هذيك فإيش؟ فتظل بدون تحول. فبيك قالت غاليارد إيه تعال قص لنا السلسلة. أنا كنت متوقع إيش؟ إنه غاليارد بيجي بواحد من أظافره ويقطعها. إيش حاط؟ يا قطعهم يدها، بس بيني وبينكم اختصر عليها الكثير، اختصر عليها والله، بدل ما تجرحي نفسك وتقعدي وتتحولي، خلاص اقطع لك يدك وتتحولي على طول. كان مشهد رهيب صراحه، ورده فعل بيك وقابي كانت مره رهيبه. وبرضه من الاشياء الجميله اللي شفناها يا جماعه هو انه ايرين صار عنده قدره هائله في التحكم بقوه العمالقه اللي عنده، عنده قوه العملاق المهاجم وقاعد يهجم ويشقهم شق، وزاد الطين بله واعطاهم بقوه العملاق المطرقه الين خلاهم يتعلقوا زي الدمى. صح انهم دعسوه في النهاية وجابوا ام العيد فيه، هنا شهدنا كيف ايرين فعلا سيطر على قوة العملاق المطرقة والمهاجم، بقي له بس قوة العملاق المؤسس ونشوف اشياء. الله يستر، بس الله يستر. انبيه بالمناسبة يا جماعة، بخصوص ماقف يا جماعة، سنايبر والله سنايبر ايم ومجنون. احنا ما نتكلم عن سنايبر بندقية ولا سنايبر سلاح ثقيل ولا اي ايم، نتكلم عن ايم مدفعية، وايم قاعد يطلق على مين؟ على عملاق، وفرصة انك ممكن تصيب الشخص اللي جوة العملاق مرة عالية، ولكنه كان يجيبها صح ولا غلطة. طقع طقع نتفه، بس لا تموت ايرين، لانه لو مات ايرين العملاق بيروح، قوة العمالقة بتروح الناس عشوائيا. هنا عرفنا انه ماقث ايم ومسطرة مركب قطعة، الله اكبر عليه، هكر ولا غلطة، يخرب بيته. قبل هذا كله يا جماعة يلينا راحت عند ايرين قالت له ايه اخرج من عملاقة، سيب ام الجنان، احنا نبغى نحميك الحين، في جيش جاي وفي عمالقة، خلينا نخبيك لين نشوف لنا طريقة نهربك من تحت الارض بقوة العملاق المطرقة ونشوف لك طريقة، المهم لا تقعد هنا. اعطاها وضعية تعرفي تتهبهبي وي وقفز. ليه؟ والله قهرني، والله زعلني حرفيا، معركة خاسرة اللي رايح لها ايرين. ليش يا ايرين تروح تطب في وسط ال... خلني ساكت. وهنا برضو اكتشفنا انه يلينا مرة شاطرة وعلى طول عندها خطة، باء بم 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 شك 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 لبوم، ارسل شمنقة بليلة. انا قاعد اقول له شمنقة بليلة لاني ماني عارف انطق اسمه وما بقعد اكلش صراحة، فخلاص بنسميه شمنقة بليلة. ارسلت شمنقة بليلة لتحت الارض قالت له اسمع حرر العيال ذول فكهم، خلينا نشوف لهم صرفة، اللي هو ميكاسا وارمن وجان والشلة. هنا شمنقة بليلة قال حاجة، قال يا جماعة احنا كمتطوعين ترى كنا خاضعين،
خاضعين لي لينا، لانه اي غلطه انتم عارفين لينا ما عندها لعب. اقطع اقطع اقطع، ما في الا طلقات هيد شوت. فكنا منصاعين امرا لله. انا شخصيا واللي معايا المتطوعين ترى هدفنا اننا نجي نحيي بارادايس ونخليها تتطور ونساعدهم انهم يكونوا قوه وسلطه خاصه فيهم بحيث يحموا نفسهم من دول العالم، بحيث يحموا نفسهم من الاضطهاد ومن المشاكل اللي صاير. طبعا صارت فوضى وانا ما اثق فيكم وانت ما تثقوا فيني، وميكاسا قالت ايوه صح انا كرمانية انا عبده لازم اصلا اروح اساعد ايرين. سيبوا الكلام ذا كله، لكن خلينا نركز في النقطه المهمه اللي قالها ارمن. ارمن قال يا جماعة الخير انا متأكد انه ايرين عنده خطة ثانية، الموت الرحيم وخطة لينا وزيك هذه انا ما هي داخلة في بالي انه ايرين ممكن يسويها. ايرين عنده كل الدوافع اللي تخليه يسوي شيء مختلف. ايرين اوريدي رفع ام مارلي وخبطها عاليها سافلها، ايش اللي يخليه يفعل خطة القتل الرحيم؟ حرفيا ما في اي شيء يخليه يفعلها. ليش؟ امه ماتت قدامه وباشنع موته، خسر ناس كثير، اضطهد، عذب، اتشرد، اكل تراب لين قال امين. فجأة كذا يقول يلا باي باي إلديا مع السلامة. لا، ارمن يقول يا جماعة نتوقع انه ايرين عنده خطة وقاعد يستغل زيك ويلينا علشان يفعل قوة العملاق المؤسس، وبعد كذا يفعل عمالقة دك الارض ويكون هو المدافع والحامي الرئيسي لإلديا. انا قاعد اقول يا رب انه كلامك يا ارمن صحيح، وفي نفس الوقت انا اشوف انه كلام ارمن هو المنطقي واللي تقريبا مرجح. انا عندي قوة عمالقة وعندي قوة عمالقة عمالقة، عندي ملايين من العمالقة الكبار اللي هم العمالقة الضخام وعمالقة الدك، ايش اللي يخليني اخضع لخطة زيك؟ خلي زيك يسري هو ويلينا. فكلام ارمن منطقي الى حد كبير، وراح نكتشف مستقبلا هل هو على صواب ام على خطا. الشيطانه بيك وهي جالسه تفكفك المدفعيه حقها وتلبسها زي كذا وامورها طيبه، جالسه تحلل وجالسه تشرح، تقول ما دام ايرين للحين قاعد يقاتل بقوه المطرقه والمهاجم وما شفنا قوه العملاق المؤسس، معناته ايرين ما فعل قوه العملاق المؤسس. ما قد سالها قال لها هي قوه العملاق المؤسس يحتاج لها تفعيل. وهنا ضرب فلاش باك لجابي في المنطاد، قالت ايوه العملاق المؤسس يحتاج له شيء يفعله. ايش هو يا بنت؟ قالت يحتاج له دم ملكي. اوكي ايش الدم الملكي ذا مين يصير؟ قالت لهم الدم الملكي زيك، زيك يا سبك انتوا يا زيك جالس بيننا دم ملكي ومحنا عارفين. اح يا ابن الوسخه فعلها فينا، يا بفعلها فيكم يا ماجرز، فعلها فيكم. الولد عنده خطه ثانيه وناوي يمحي بكره ام إلديا عن ابيها. فالان من المتوقع انه بعد ما ماجث عرف انه ايرين وزيك لازم يكونوا مع بعض علشان يفعلوا قوة العملاق المؤسس، فمعناته انه راح يحرص اشد حرص انه ما يخليهم يجتمعوا. هذه واحدة من مخططاته، لازم نقتل ايرين او ناخذ قوة العملاق المؤسس، عفوا نخلي اي احد ياكلها، او اننا ما نخليهم يجتمعوا في اسوأ الظروف. زيك لازم يكون في وادي وايرين في وادي، اذا اجتمعوا ذول الاثنين حنروح فصفص. برضو يا جماعة عرفنا انه اكثر من 300 شخص من قادة مارلي وغير القادة شربوا من الخمر اللي فيه سائل زيك الشوكي، او سائل نخاع زيك الشوكي. بمعنى لو زيك وصل وقرر انه يعطيها الصرخة تبعه، بنشوف فوضى عمالقة تخرج من بارادايس عشوائية ما الله بها عليم. بنشوف عمالقة همجيين من كل حدب وصوب، وكم عددهم مرة كبير. سيبوا العمالقة الهمجيين، سيبوا عددهم كبير ولا لا، عندنا هنا فالكو. فالكو يا جماعة شرب خمرة، الولد شرب بالغلط لما تلطم هناك. فلو تحول فالكو الى عملاق عشوائي معناته باي 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 حبيبي باي باي. للامانه ما خاضوا في هذه المعلومه كثير، بس جابي قالت لهم انه فالكو شرب خمر وممكن يتحول الى عملاق لو زيك صرخ بلا 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 بلا. ولكن انا عندي تحليل، هو ما هو مره مرجح ولكنه وارد. ممكن ماجث بحكم انه الان مسيطر على ايرين، مره مسيطرين عليه مجودينه صح، ممكن ماجث يخلي فالكو يتحول الى عملاق ويخليه ياكل ايرين. انا عارف والله انك جالس تضحك، ضحكت الله يجعل الضحكه دائم، بس فكر فيها ليش لا. فالكو معاهم ومؤهل انه يشيل قوه عملاق ومتدرب ومحارب، فيا ابويا اعطيه حقنه، حول امه عملاق، طلعوا له ايرين وخلوه ياكله. والله انا عارف السيناريو ضعيف مره ضعيف، بس انه جايز ليش لا. اوكي يا جماعه هذه تقريبا كانت اهم الاحداث اللي صارت في الحلقه اللي مشيت كذا بسرعه البرق. انا نسيت انه الحلقه 20 دقيقه، انا نسيت. المهم خلونا نلخص اهم الاحداث المنتظره. اول حاجه ايش راح يكون مصير ايرين؟ هل بيموت بتروح قوه العمالقه الناس عشوائيين؟ مستبعد. هل بيتوكل بواسطه فالكو؟ ميبي، فكروا فيها ليش لا. كل شيء جاهز، حرفيا كل شيء جاهز لفالكو. لاقم عنده سائل النخاع الشوكي وعنده مؤهلات انه يقدر يشيل عملاق،
ليش لا؟ او خلونا نستبعد هذا السيناريو تبع فالكو وتبع موت ايرين وتبع انه يتوكل، ممكن يوصل زيك وممكن ينطلق معاه ارمن وميكاسا ونشوف زيك وارمن وميكاسا يساعدون ايرين ويخرجوه من هذيك المعمعة، وربما لا. ايش ممكن يصير؟ ما ندري. والسؤال الأهم، هل راح تتفعل قوة عمالقة الدك؟ وإذا تفعلت هل اللي راح يفعلها إيرين ولا شخص ثاني غير إيرين؟ في حال إنه السيناريو الأول اللي قلناه إنه ممكن إيرين يتوكل بواسطة فالكو أو بواسطة شخص ثاني، هل ممكن تتفعل عمالقة الدك ولا لا؟ الله أعلم، وبنشوف في الفيديوهات الجاية أو في الحلقات الجاية. والأهم من هذا كله، خلوا المعمعة اللي صارت في بارادايس والزحمة والدق والطاش أم الحلقة ما أحلاها، خلوا ذا كله على جنب. ليفاي، الحب ليفاي، أنا عارف إنه الناس قلقانين على ليفاي، فهل راح ينجو ليفاي من الإصابة الخطيرة اللي مر فيها ولا راح يموت ورهاني يفوز على موته؟ لأنه أنا صدقا لو فاكرين في البارت الأول قلت لكم أنا مراهن على موت ليفاي، ليفاي ممكن يموت لأنه حرفيا خلاص القصة توجهت توجه مختلف، وليفاي دوره تقريبا يعني ما عاد صار مهم وجوهري، فممكن يموت وممكن ينجو. ممكن ينجو، ما أدري والله ما أدري. طيب بالنسبة للمشهد ما بعد النهاية، ترى ما في حرق، وأقول لك قفل قفل الفيديو، قفل الفيديو لا تقعد تصيح عليه، قفل الفيديو خلاص انتهى، اضغط لايك حبيبي الله يعطيك العافية. مشهد النهاية بنسولف فيه الحين، مشهد باقي مشهد قصير وبنقفل الدنيا. شفنا يلينا تسوي كذا وكأنها تحتضن الموت. تعرفون في بعض المشاهد هذا مشهد مبتذل في هوليوود مكرر كثير، لما يجي واحد يموت في معركة زي كذا يقوم يسوي أنا مستعد للموت. ياب يلينا مسوية زيها، هل هي في لحظة استسلام خلاص خاضعة للموت وقاعدة تموت، أو إنه في طلقات وفي متفجرات جاية عليها، أو إنها جالسة تعزز ولا تحضن؟ والله ما نعرف، بس إنه وقفتها صراحة غريبة، قاعدة تحتضن شيء ولا جالسة؟ واضح إنها قاعدة تموت، ممكن تموت. لا ما يقتلوها، ليش يقتلوها؟ ما منها فايدة. لا مو ما منها فايدة، يعني ليش يقتلوها؟ هذا اللي أرمن وميكاسا هم طالعين الدرج، يبدو انهم بيطلعوا فوق السطوح، وربما نشوف العملاق المدرع يتفعل بواسطة أرمن، ولكن ما زال عندنا تخوفات من تفعيل قوة العملاق المدرع تبع أرمن، لانه انتم عارفين لما يتحول لما يتفعل غالبا يصير انفجار، واتوقع انه الانسان المحترف يقدر يتحكم بقوة الانفجار، فممكن يتحول أرمن وينقذ إيرين، وممكن والله ما ادري سيناريو مستبعد إلى حد كبير، ولكن برضو إيش وارد، خلوا في الحسبان. ودي أقول لكم صراحة شاركوني أراكم في التعليقات، شاركوني بس ترى ما راح أقرأ. مين يقرأ تعليقات أتاك أون تايتن؟ أنت صاحن، أنت مجنون، مين يقرأ تعليقات أتاك أون تايتن إلا واحد قارئ مانجا جالس يطقطق علينا. توقعاتكم إيش قاعد تتوقع أنت وياه؟ فلا تقعد تقرأ تعليقات، أفقع أفقع، سوي لايك على الفيديو، اكتب كلمتين حلوة إذا تحب، وافقع. الله يعطيكم العافية يا جماعة، وانتبهوا، انتبهوا من عبدو حريقة لأنه في كل مكان، عبدو حريقة هذا موسمه، عبدو حريقة خرج من الاسطبل، لا والله الاسطبل يخرج منه خيول، عبدو حريقة خرج من جحره، زي الحمار، خرج رافس ويناطح في كل مكان، فاعملوا حسابكم من عبدو حريقة، حاولوا تبعدوا عن الأشياء اللي لها علاقة في تاكون تايتن، سووا ميوت لأي هاشتاجات، لأي كلمات، لأي أشياء ممكن توديكم إلى تاكون تايتن، أي منشور طلع لكم في الانستغرام له علاقة بتاكون تايتن، علقوا عليه واضغطوا نات انترستد أو غير مهتم بحيث ما عاد يطلع لكم شيء له علاقة بتاكون تايتن. الله يعطيكم العافية يا جماعة، كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.